الزوجة الثانية سودة بنت زمعة. هي بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، أسلمت قديما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة، وهي أرملة السكران بن عمرو. مات زوجها وهو من المؤمنين العريقين في الإيمان، ونال شرف الهجرة إلى الحبشة، وقد بلغت سودة من العمر 55، فهي أكبر سنا منه عليه الصلاة والسلام. وقد أسلم من قوم سودة كثير من الناس، فدخلوا في دين الله لما رأوا من السيد الأمين من هذا الزواج البعيد عن الأغراض النفسية والمآرب الشهوية.